في خرجة أشبه بتلك التي اعتدنا على مشاهدتها بالدول المتقدمة، وضع طلبة جامعيين بمدينة البليدة خزانة كتب بساحة التوت بهدف تشجيع المطالعة وتبادل الكتب. هي مبادرة جميلة جداً، وأنا في الحقيقة كان عندي بزاف كتابات في الدار قريتهم في الحقيقة، وحبيت نجي نبدل هذه الكتابات باش نتبادلوا المعلومات مع أصدقائنا اللي راهم يحطوا في الكتابات هنا. أما هذه حاجة تاع خير، الواحد أو ما يفيد بالعلم، وهذه المبادرة يعطيه الصحة اللي دارها. مليحة هذه المبادرة تاع تبديل الكتب. في الحقيقة أنا كما اليوم جيت نبدل الكتاب وجبت كتبات معايا ثاني باش نحطهم باش الناس يستفادوا وممتن، وإن شاء الله تتعمم هذه المبادرة على جميع الولايات. المبادرة التي حملت شعار خذ كتاب وضع كتاب آخر استحسنها سكان المدينة وحتى زوارها. نشوفوها غير في البلدان المتقدمه، وحاجه مليحه كشغل دخلونا الثقافه باش حنا نزيدو نستفادو والاخرين يستفادوا معنا. مبادره مليحه عجبتنا، وان شاء الله نطلبوا من المواطنين اللي عندهم كتاب قراوه يجوا يجيبوه ويدوا كتاب واحد اخر. مبادره مليحه واللهم زدنا علما. هذه المبادره راي عجبتنا، ان شاء الله تكثرونا منها في البلديات الاخرى. راي نشوفوها غير في الولايات كما نقولوا لي كبار، ان شاء الله نشوفوها كاع في البلايص اللي ما يقدروش يوصلوا لهم. كاين اللي حاب يقرا، كاين اللي حاب يطالع، مي ما كاش حاجه قدامه يروح. هي مبادرة صغيرة وبإمكانيات بسيطة، خاصة أن فكرتها الرئيسية تكمن في تقصير المسافة بين القارئ والكتاب.